مرحبا بكم في قناة يونس لايف فلوج. يونس في كندا. حول هذه القناة تتخصص إلى معلومات الهجرة وإيجاد الحلول وكيفية العيش في أرض المهجر عن بلد الأم إن شاء الله. ولا تبخلوا علينا بالسبسكرايب والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا الانضمام إلى الانستغرام على يونس لايف فلوج. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يونس لايف فلوج. اللي هو الموضوع هذا بغيت ندير على حاول كيفاش انا يعني جيت لهاد كندا. يعني ما كانش عندي اصلا فكره في الاول، لان كانت بحال الناس ما كانش عندي فكره اول مره، ما يعني ما كطيح لكش على البال. يعني الاقدار كتجيك هي كاك مثلا كتكون هي النورمال شوي شوي. ولكن من هادو من بركان حي السي حميد، ربما يشوف الفيديو غادي يعرف، لان هو اللي كيرجع عليا الكبير. لان انا اصلا ما قريتش بزاف، خرجت تقريبا من الرابع ابتدائي في الدوره الاولى يعني، وكان السبب بانني ما نجحتش في الدوره الاولى وشديت هكا ديك الريزولتا يعني البريه ديال النتيجه. وكنت كندير لها هكا يعني حتى التقباط من اللي بيعاودي يقولنا له البريه تضغط متقبا فيها اربعه تقباط. الغضب ضربني ذاك الاستاذ لا سمح لي من غنطلب المباراة يعني صراحة هو اللي خرج عليا بالنسبة للمدرسة. يعني صراحة يعني كنت ديك الساعة كنقرا في قسم تبن الحسن، من تما بدات كرهي للمدرسة بهاد المعنى هذا. يعني ملي خرجت من المدرسة شديت حجرة ضربت وهربت، يعني كان بردت الفعل بانك ما كتقدرش، وبانك يعني كتكون عندك ديك ديال الشيء ديال الصغر، يعني ما كتكونش مركز وكذا المعلم ان يكون رسوله. يعني انا باش كان يعني هذه قصتي. وفي التالي تكبرت مثلا تكبرت، ملي كبرت عاد حسيت بالخطا ديالي بانني انا اصلا خصني نقرا. ديك الساعه خدام تقريبا، مشيت للسفر، مشيت للمحمديه، ما خليتش فين خدمت، يعني ضربت تمارا في الحياه ديالي. خدمت في المحمديه بالضبط في الويزيه، يعني تما بديت خدام. تلاقيت مع واحد الدري تما كنت كنعس في واحد الدار، غير الا شافني دابا يعرفني. يعني هذاك الفضل ديالو هو اللي رجع لي بقينا كنتناقشوا. قال لي ودي اخويا انت راه كذا وهادي وخصك تقرا. قلت له ودي راه خرجت من الرابع ابتدائي وكذا وكذا وهادي وهادي. يعني من تما قال لي لا وكذا وما تقلقش. ديك الساعه كانت بدات مرحله الادوليسانس. قال لي ودي راه كاين في الروك من الاحداث المغربيه كذا من قبل وطني. وهذاك الجورنال بديت كنسترجع، بديت كنمشي مع الجامعه. يعني هادي يعني من تما بدات كنسترجع ديك القضايا. الحمد لله من بعد وليت كنعرف شويه وليت كذا وهادي. يعني ولا الانسان كيسترجع له ديك القرايه، ولا عندي حب القراءه، يعني ولا عندي حب العلم يعني بصفه عامه. ما كنتش النتيجه ديالي بانني كنحددها ولا شي حاجه، كان يعني كنقرا يعني ثقافه عامه بهذا المعنى هذا. من بعد عاوتاني مشيت رجعت كدا، ما خليت خلاص فين خدمت. هذا مجرد تقصير باش نعاود القصه ديالي، يعني كيفاش المشيئه ديال الله سبحانه وتعالى كتصرف. يعني داك الشيء اقدار باش كيردك الله السبب. يعني كمجرد مثال بسيط، يعني بقينا كواحد السيبر تما راه الصديق ديالي كنمشيو لتما. بقيت كنمشي للسيبر شوي شوي، تعرفت على دراري تما كيهضرو شويه مع النصارى كذا. قال لي ودي راه كذا بقا كيعلموني واش قلت راه ما ديك الساعه يلاه وقيت لي ميسين ديك وقيت سكايب يعني. ما يمانيناش كيعلموني كذا كيفاش ديرها كيفاش ديرها كيفاش دير. وليت كنكتسب ديك الخبره ديال كيفيه الاستعمال الحاسوب. من تما وليت كنكتسب التجربة، وليت كنعرف شوية نحل لي ميسين، وليت نعرف كدا. وليت لأن كنت ديك الساعة إلا جاني شي فيديو هكا ولا هكدا كنقول واه أنا ذاك. بحال كتحس بشي حاجة، يعني إلا مشيتي نطحتي في شي فيديو ولا شي صورة كدير راسك راك بحال كنقولو يعني المبتدئ هكاك حالو. هذا اللي كيتصل بداك حميد، واحد حميد راه تا هو دابا إلا شاف راه عرف تحية ليه من هاد المنبر، تا هو كيرجع ليه الفضل وكيرجع للزاهد راه إلا شاف تا هو يعرف. هو الفضل ليه هو في الأول من الناحية ديال الشط، وداك الدري سميتو ابراهيم المحمدية. يعني تا هما هادو ثلاثة الدراري كيرجع ليهم الفضل بالنسبة والرابع بالنسبة للسي عبد القادر كيرجع ليه الفضل بالنسبة للتكنولوجيا من تما تطورات المعرفة ديالي. على أيين هاد حميد هذا قال لي ودي نتا دابا كضيع الوقت ديالك مع الهضرة مع المغربيات وكذا، حاول تعلم شي لغة اللي تقدر تفيدك. يعني هذا هو علاش أنا بغيت نقولها هكا باش الناس تستافد، يعني ما تبقاش تضيع شي حويجات. يعني أنا كنت من الناس اللي النصيحة كناخذها بعين الاعتبار، ما كنرميهاش في التلف. ولو تصيفط لي نصيحه مشفره كان يعني كنحاول نستافد منها، رغم يعني كاين بعض الناس اللي كتصيفط لك رسائل مشفره بانك خصك دير كذا وكذا، يعني
اوتوماتيكمون ان شاء الله نديروا عليها موضوع من بعد. المجرد هذا كتعرف كيفاش انا جيت لهنايا تما بديت كنتعلم تصور اخوتي هواريو. قعدت فيها 3 شهور 3 شهور باش نكتب هواريو. يعني كيفاش تكتبها قست فيها 3 شهور هي باش نكتبها وباش نفهمها. وقت ما عندها يكون كيقول لي مسكين هذا ماتي اش صاحبي وكذا وكذا. المهم دازت واحد المرحله تقريبا ديال واحد 6 شهور تقريبا بحال هكاك الله اعلم. المهم واحد المده زمنيه ما بقيتش عاود بالضبط وليت كان بحال هذيك كدا سميه. قال لي شوف ما باقيش عاود تغوت لي مع كنت ديك الساعه كنشوف مع النصارى اللي ما باقيش عاود تعيط لي ها جوجل ديال ترانسليت تبقى ترجم وصفت. الحمد لله بدا وراني الفكره ولا هكاك ولينا كنت تقريبا ضربت واحد العام ونص هكاك تقريبا هبطت النصارى وليت كنتعرف على النصارى. كاين اللي مثلا كتجيك هكا هيليومين كاين اللي كتجيك نهار كاين اللي كتعرف معاهم على ود ماشي كتجيك على ود خصيصا مثلا كتجي هكا وكت يعني كدوز معاك داك اليومين بلا شي فطار ومثلا كافي يعني تما بدات بدات الحب بالمعرفه ديال اللغه كتطور باللغه الانجليزيه. واخا كان ماشي متقن للغه الانجليزيه ولكن بحال كنقولوا الاساسي ديالها الحمد لله كاين. تما تعرفت على انسانه من هاد البلاد هادي ديال هاد كندا يعني تعرفت عليها تقريبا في شهرين وشهرين شطرت عليها في شهرين شهرين جات من بعد شهرين تزوجنا. يعني ما كاينش شي سبحان الله العظيم يعني باش نقول لك ماشي ديال الاقدار حيت كتكون ماشي ديال الاقدار ناهي اليقين في الله وهذا هو اللي كاين. وداو باش بغيت ندير واحد التعريف يعني ما تفقدش الامل اخويا ولا ما كنتيش قاري قرا. وبالنسبه لهاد الدوله هادي بالنسبه لهاد كندا اخويا الا ما كنتيش قاري يستحيل باش تجي لهنايا من سيرتو الا كنتي مجوج. يعني اخويا الا ما قاريش راه ما يمكنلكش تجي لهنا بذاتها يعني بصفه عامه لان خارج ارض الوطن يعني خارج كندا وبليجي خصها تكون عندك 12 جريد. يعني بالمجرد هم 12 جريد هي كيقول لها هي الباك. يعني الا ما كانش عندك نيفو باك بعدا القليله هذه القليله ما عندكش ما تقدرش تجي لهنايا. ما عدا كما قلنا اخويا الا مشيتي تزوجت ان شاء الله. وهذه هي الفكره يعني سبحان الله العظيم. وهذه هي القصه ديالي باش جيت انا لهنايا مازال ان شاء الله فيديوهات كذا. هذا واحد التعريف. وبالنسبه يعني كنت راه داير قناه ومشات ليا ودابا درتها جديده ولان جميع المواضيع اللي كنت داير فيها راهم في دماغي. واخا تعاود تمشي هذه راه ما عنديش مشكل غادي نعاود نفتح قناه اخرى. بالنسبه اللي بغى يديك بالنسبه اللي بغى يسيني لي سيني انا ما عنديش مشكل. وانا مثلا عندي هذا الشيء حب الموهبه وحب الاراء نساعد الناس هذا ليس الا ما عنديش مشكل. بغيتي تعاود ثاني تسيناريو عليها وتمح ما عنديش مشكل فين هو الاشكال ما كاينش اشكال. يعني الحمد لله انا عندي حب هوايه تعاود نمشي لشي حوايج اللي هي ماشي هذيك ولا ماشي نورمال. الحمد لله كنستافد مع الناس ويستافد معايا والاراء ديالكم. وبسلامه عليكم ما تنساوش سبسكرايب وتضغط على زر الجرس ليوصلكم كل جديد ان شاء الله. ونتمنوا عاوتاني هاد لافامي تكبر. وكنعتذر على بان القناه مشات وهادشي خارج على الاراده ديالي. وان شاء الله جميع دوك الفيديوهات ان شاء الله اللي كانوا في ديك القناه غادي نسترجعهم. علاش؟ لان انا ماشي كنبحث ولا كندير شي حوايج لان هذيك من دماغي وعندي تجربه فيها وكنوضع على ليس الا يعني واخا يطول الزمان ولا يقصر ويمشي يعني نفس الافكار راه كاينه يعني ما كاينش اشكال. ربما تختلف ربما في الموضوعيه كيفاش تلقيها ولا شي حاجه ولا ننسى شي كلمه ولا. وبسلامه عليكم بيس ليكم.